السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ الأصدقاء. اليوم غادي نقدم لكم وصفة وكيفية تحضير بسبوسة اللي هي قلب اللوز. أول حاجة كنوجد السيرو باش كنخليه يبرد. هنا عندي 3 كيسان تاع سنيدة مقابل 3 كيسان تاع الماء. مقدار 2 معالق صغار ماء زهر. وجوج شرائح سيترون ليمون. كنغليه ونخليه يبرد. هنا كنحتاج للسميدة الغليظة. كاس ما بين زبدة دايبة وزيت. ملحة. اللوز مطحون. شوية قرفة علقة صغيرة. هنا السيرو وجد كنخليه يبرد. من بعد كنوجد البسبوسة. كندير الكاس الأول والكاس الثاني باش كنعبر السميدة. إلا عبرت بالكاس كنبقى غادا بقياس الكاس، وإلا عبرت بزلافة كنبقى غادا بقياس الزلافة. هنا عندي 3 كيسان ديال السميدة الغليظة مقابل كاس متاع الزبدة، مخلط زبدة وزيت. إلا درت مثلا 3 زلايف راه غناخد حتى زلافة اللي غندير فيها زبدة وزيت. مننساش الملحة. من بعد غير كنبسبس كما كنقولو كنبسبس. بالنسبه للوز انا خديت اللوز اللي غادي نديرو الوسط. كاين اللي كيدير الكوك، كاين اللي كيدير الكاوكاو. انا اختاريت اليوم اللوز. من بعد كنخليه يرتاح من ساعه لفوق، يعني ماشي قل من ساعة. من بعد ما مرات ساعة دابا غادي نبدا نحضر قلب اللوز. كناخد شوية ديال السيرو مقدار 2 تابعوا معايا الطريقة راها سهلة. من بعد داك اللوز المهرمش اللي عندنا كنزيد ليه القرفة وكنزيد شوية السميدة. الخليط السميدة اللي وجدت كناخد منه شوية وكندير شوية ماء زهر باش ما كيتفرتتش لينا في وسط السميدة في وسط قلب اللوز. كنخلطو مع السميدة غير شويه ماشي بزاف، غير واحد راه كما كتشوفوا غير شويه خديت. راه يمكن في بلاصه اللوز ديروا حتى الكوكو، كيجي فن، كيجي غزال، كيجي بنين بزاف. الكوك كاين اللي كيدير الكاوكاو كيجي زوين حتى هو، على حسب. انا فضلت اللوز اليوم
كاين اللي ما كيدير حتى حاجه، كيدير غير قلب اللوز بلا لوز بلا والو، اللوز غير كيزوق به. المهم كما كتشوفوا كنقسم السميده على جوج، كنبسط الطبقه الاولى هي النص الاول كنبسطو بالنسبه للطاوه، كتاخدوها من ضوء دائريه ولا كتاخدوها مستطيله ولا كاري كيما بغيتو اللي موجود. قلب اللوز كتجي رائعه، كتجي بنينه غزاله، انا شخصيا كنحماق عليها خاصه في رمضان. كما كتشوفوا معايا راه طريقتها سهله وما كتحتاجش الوقت بزاف وما كتحتاجش المقادير كثيره، يعني هاد المقادير هذه كلها يعني موجوده في البيوت، موجوده في الاسواق. من بعد كنزيد داك الخليط اللي عندي ديال اللوز. اللوز الا بغيتو تقللو منه ماشي مشكل، انا درتو كتير كيعجبني كتير، تقدروا ديروا قل اللوز تقللو منه ماشي جوج كيسان، تقدروا ديروا غير كاس كاس ونص، المهم ماشي قل من كاس اللي عبرت به. وكنبسط الطبقه الثانيه، من بعد كنزيد الطبقه الثالثه ديال السميده.
كنديرو في الفرن على 200 درجة لمدة 20-25 دقيقة. المهم حتى كتشوفو كيتحمر من الجناب كيما هكا، هو وجد ليا. من بعد كنصب عليه السيرو اللي هو بارد، ضروري يكون بارد. كنصب عليه السيرو مزيان، كنبزقو حيت كتشرب السميدة من بعد. من بعد كنرجعو للفرن لمدة 5 دقائق وكنخليه يبات. من بعد ملي كيبات في الصباح راه السميدة كتشرب وكيجي هائل وكيجي معلك. ملي كنرجعو للفرن ديك 5 دقائق، هذاك هو السر باش كتجي معلكة وكتجي بنينة وكتجي لذيذة بزاف. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى.